أنا عزة البكري، معايا دكتوراه في الصحة العامة، درست في كندا في تورونتو العلاج بالطرق الطبيعية. أحب النهاردة أتكلم على إزاي نزود المناعة بتاعتنا بطرق طبيعية بسيطة وحاجات يعني بسيطة جدا نعملها. طبعا أول حاجة هي التغذية، احنا كلنا عارفين احنا ناكل أكل صحي بس أهم نقطة أحب أأكد عليها هي السكر. لما يكون في حوالينا انفكشن زي اليومين دولت، مهم جدا ان احنا نقلل جدا السكر اللي احنا بناكله. السكر مش بس في الشاي، السكريات عامة لازم نقللها، لان هي بتأثر على الجهاز المناعي بتاعنا وبتضعفه جدا جدا. فناخد سكر من حاجات طبيعية زي الفاكهة مثلا او البطاطا او غيره، بس مش السكر الابيض. حاجة تانية احب اتكلم عليها الفيتامين سي. الفيتامين سي طبعا في ناس كتير بتاخد فيتامين سي، الحقيقة الأبحاث بتقول إن الفيتامين سي ساعات اللي هو بناخده أقراص ممكن يكون مفيد، وفي أبحاث تانية بتقول إن هو مش مفيد. لكن الأكيد إن الفيتامين سي من طرق الأكل زي مثلا البرتقال، اليوسفندي، الجوافة، الليمون، ده أكيد مفيد جدا، لأن في حاجات كمان مع الموجودة في الفاكهة دي بتساعد على امتصاص الفيتامين سي الموجود فيها. واحب انوه على حاجه الناس بتاخدها كتير اللي هي العسل الابيض. ريمارك بس صغيره او يعني عايزه حاجه اذكرها، انا عارفه ان هي ممكن ما تعجبش الناس، حاجه زي العسل الابيض للاسف اليومين دولت ممكن يكون بيبقى مخلوط بالسكر، مش هو شخصيا المخلوط بالسكر، لكن بياكلوا النحل سكر ابيض، فبالتالي العسل اللي بيطلع ما بيبقاش نقي. طبعا العسل الجبلي نقي جدا، ولو حد يعرف مصدر ما بيعملش الطريقه دي في تربيه النحل، ودول طبعا اقليه جدا جدا، فما ناكلش كتير من العسل الابيض عشان المشكله اللي ممكن يكون مش نقي كما يجب. حاجة تانية أكد عليها برضو عشان تحسين المناعة، حاجة بيسموها البروبيوتكس، دي عبارة عن حاجات كائنات صغيرة زي بكتيريا مفيدة لجسمنا، يعني البكتيريا المفيدة إنها بتساعد على الجهاز المناعي بتاع الجسم. دي بنلاقيها، انا عارفه ان هي مش ممكن تبقى ممكن تبقاش موجوده في الصيدليات، بنلاقيها في الزبادي البلدي، فمن دي من الحاجات اللي ممكن تساعدنا فعلا في الوقت ده. في بقى اعشاب زي الجنزبيل، زي الجينسنج، في ورده اسمها الايكينيشيا ودي موجوده في الصيدليات هنا بتتباع. طبعا في حاجه برضو بتساعد كتير على تحسين الجهاز المناعي بيسموها alternating hot cold showers، دي اللي هي عباره عن بناخد دش الصبح دقيقتين سخن على قد ما نقدر، 30 ثانية سائع، دقيقتين سخن 30 ثانية سائع، ونكررها كمان مرة، يعني ثلاث مرات وننهي بالسائع. الطريقة دي بتساعد جدا على تحسين وتقوية الجهاز المناعي. آخر حاجة مهمة جدا نذكرها اللي هي الرياضة. الرياضة مهمة جدا جدا، من مشي ومختلف أنواع الرياضة، وطبعا نحاول نقلل الضغط العصبي على نفسنا على قد ما نقدر.